بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنتكلم عن المحاضره الثانيه من الباترن ريكونديشن. اولا المحاضره دي هتتكلم على اول حاجه الايمج كلاسيفيكيشن اوفر فيو عنها، وبعد كده شويه تشالنجز، وبعد كده هنشوف الداتا درايفنج ابروتشز. الاول الايمج كلاسيفيكيشن هتعتبر اهم تاسك بيعملها الكمبيوتر فيجن. طب ازاي؟ انا لو روبوت مثلا وعايز يشوف مثلا الرؤيه اللي قدامه، طب هيشوفها ازاي؟ ما هو مش زينا مثلا عنده عينين، لا هو كاميرا وبتبدا تاخد شويه صور وبيبدا يعمل لها ايمج كلاسيفيكيشن، بيبدا يحدد ايه اوبجكت ديتكشن بالحاجات اللي قدامه. يعني معنى كده ان الايمج كلاسيفيكيشن هي اهم فعلا حاجه للكمبيوتر فيجن. طب بيعمل كده ازاي؟ طيب لو جبنا طفل صغير مثلا عايزين نعلمه، هو عمره ما شاف قطه قبل كده وعايز اعرفه ان دي قطه، طب هعرفه ازاي؟ اكيد هجيب له قطه واقول له ان دي قطه. طب ما بعد كده ممكن يشوف القطه دي بشكل تاني مثلا فما يعرفش ان هي قطه. فالموضوع كله ان انا مثلا زي ما بعلم الطفل بجيب له شويه قطط كتير كده، صور لقطط كتير وبقول له بص دي قطه دي قطه دي قطه وهكذا. فالموضوع كله بيبتدي ازاي؟ ان انا بجيب له شويه ايمجز كتيره وبجي اقول له ايه ان كل واحده معموله بليبل. يعني ايه ليبل؟ يعني كل واحده متقال عليها هي ايه، هي من انهي نوع او من انهي كاتيجوري. يعني بالظبط لما اجيب له صوره قطه وصوره كلب مثلا، فمثلا باجي اقول له ايه ان الصوره الاولانيه ليبلد مثلا ان هي كات، والصوره الثانيه ليبلد مثلا ان هي دوج وهكذا. بس طبعا انا ككمبيوتر مش هاجي اقول له ايه كل الاوبجكتات اللي في العالم، لا انا باجي اقول له ايه ان انا عندي fixed set of discrete category، بمعنى ان انا عندي شويه حاجات ثابتين. يعني مثلا اما باجي اعمل البروجرام بتاعي فلازم ايه ان انا عارف ان هم شويه كاتيجوري ثابتين، مثلا كات دوج بريد بيرد مثلا، ايه عارف ان هم 3 او 4 او كذا او 10 او كي، ايا كان انا ببقى عارف ان هم ثابتين. التاسك بقى بتاعت الايمج كلاسيفيكيشن هو ان هو ما يجيله صوره جديده هيحدد هي من اني كاتيجوري، من الفيكس كاتيجوري. يعني انا لو جبت له لو عرفته مثلا صور من الدوج وصور مثلا من الكات صور من البيرد، لما اجيب له مثلا صوره عن سمكه مثلا هل هيفهم ان دي سمكه؟ لا ما انا ما عرفتوش غير الثلاثه دول. فكمان لازم لما اجي اجيب له ايمج جديده لازم اجيبها من الفيكس كاتيجوري. طيب في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن، في حاجه اسمها كلاسيفيكيشن زائد ايه لوكاليزيشن. طيب كلاسيفيكيشن يعني مثلا لو عندي صوره زي كده فيها كات، فكل اللي عليا ان اقول ايه، ان اقول الصوره دي تبع اني كاتيجوري، تبع كاتيجوري كات. لكن كلاسيفيكيشن اند لوكاليزيشن دي بتعمل ايه؟ دي بتعمل ان انا عندي الصوره دي بقول ان هي كات ومكانها اهو. بعد كده قال لك ايه؟ قال لك ان في حاجتين كمان، قلنا كلاسيفيكيشن وكلاسيفيكيشن اند لوكاليزيشن. عندي بقى حاجه اسمها اوبجكت ديتكشن. لو انا عندي اكتر من اوبجكت، معنى كده ان الكلاسيفيكيشن العادي لازم يكون في اوبجكت واحد؟ لازم يكون في اوبجكت واحد، لكن الاوبجكت ديتكشن عادي ان يكون في اكتر من اوبجكت، وهنا بتبدا تحدد ايه؟ فيها كام اوبجكت او فيها الاوبجكتات اللي فيها عباره عن ايه. لكن instance segmentation دي عباره عن ايه، انك بتحدد اماكن كمان ايه الاوبجكتات اللي عندك دي. بيقول لك ان عشان تعمل classification هي حاجه صعبه جدا على الماشين. ليه؟ الماشين مش زينا، مش بيقدر يشوف الصوره زي ما انت دلوقتي شايفها، تمام؟ لا هو بيقدر يشوف الصوره على انها ايه، على انها ماتريكس، تمام؟ يعني مثلا الصوره مثلا لو 800 في 600 حجمها مثلا طولها 800 وعرضها مثلا 600، فبيشوفها تقريبا زي ماتريكس 2 دايمنشن كده زي ما انتم شايفين. لا هو كمان بتبقى ماتريكس تقريبا 3 دايمنشن. ليه؟ ان هي بتبقى 800 في 600. لو عارفين ان الصور عموما بيكون زي ما شفنا مثلا واحنا بنكتب سي اس اس، كان الصوره بيقول لنا ايه ار جي بي. ار جي بي اللي هي ايه، ريد بلو جرين، اللي هو الصوره بتكون مكونه من ثلاث الوان ريد وبلو وجرين. فعموما هو بيشوف ايه، بيشوف ان كل بيكسل عندك مكون من الثلاث الوان دول، فبيعمل وكل لون منهم بيكون من اول 0 لحد 255. فهي بتكون ايه، ماتريكس 800 في 600 في 3، بيكون ماتريكس 3 دايمنشن. فهو ما بيقدرش يشوف ايه غير الماتريكس دي، مش بيقدر يشوفها زينا كده ايه زي الصوره زي ما احنا شايفينها كده. لا هو الجاب اللي بينه وبيننا ان هو ما بيشوفش غير ايه، غير كده عباره الصوره عباره عن ايه، عن بيكسل. طيب في مشكله تانية. طب انا لو بالشكل ده خلاص اجي اقول له ايه، لما تيجي تشوف مثلا كات ولقيت هنا او لقيت مثلا ان هي بالشكل ده يبقى عرفت ان هي ايه خلاص كات. لا خلي بالك ان ممكن الكات ده تكون بتتحرك مثلا، او الكاميرا اتحركت، او مثلا الكالر بتاع
بتاع القطة مثلا بقى لون تاني، أو السايز بتاعها اتغير، أو هي بقت في سن يعني مثلا طفل، قصدي قطة عندها مثلا 15، قطة عندها 2 وهكذا. فمثلا ممكن الكمبيوتر ايه، الكمبيوتر يشوف ده يشوف ده. طبعا القطة، طبعا هي الدكتور قالت ان القطة بيبقى اكتر حاجة ليها اوضاع كتيرة جدا. فمثلا قطة مثلا مستخبية تحت بطانية، قطة مثلا نايمة وهكذا، نايمة على ظهرها وهكذا. ففي اشكال كتير للقطة، فهو لازم تعرفه ايه، ان لو جت اي حاجة من الحاجات دي كمان ايا كان ايه شكل القطة، يعرف ايه، يعرف ايه هي، يعرف يحطها، يعرف يحط لها كاتيجوري معينة. طب الكلام ده زمان كان بيتعمل ازاي؟ كنا اول حاجه عندنا القطه دي بنعمل حاجه اسمها فايند ايدجز. ازاي؟ بنبدا نشوف مثلا ادي حدود القطه، تمام، ادي هو مثلا من هنا ومن هنا، بيبدا يشوف ايه حدود القطه مثلا، ويحط لها ايه، ويحط لها حدود، او مش حدود القطه، لا هو حدود الصوره كلها. بعد كده بيبدا يعمل ايه، فايند كورنرز. بيبدا مثلا انا عندي ايه، شايفين الاسهم ده، بنبدا مثلا عندنا سهم هنا، سهم هنا، وكذا سهم هنا، وسهم هنا. فبيبدا ايه يحط اسهم على الحدود دي. بعد كده بيعرف منين بقى ان هي دي قطة ولا لا. بيبدأ مثلا انا بيبقى عندي شوية فيشرز معينة، عارف ان القطة مثلا ودانها مثلا او ما بين الحتة دي والحتة دي لازم تكون مثلا بزاوية معينة، او عندي شوية زوايا كده، يبقى واحدة منهم يبقى مع طبعا مع اشتراك شوية كاتيجوريز تانية، مش هعتمد مثلا على حاجة واحدة. فبعرف ان دي قطة. فدي كانت ايه، كانت الطريقة القديمة. لكن الطريقة التانية اللي هي Data Driving Approaches، ودي اللي هتعتمد عليها الكورس كله، إن إحنا بنعمل 3 حاجات. بس خلينا الأول نشوف إيه الموضوع، إيه موضوع التريننج سيت دي. أولا الكمبيوتر إحنا بنبدأ نقدم له شوية صور كتيرة جدا، كل صورة محطوط لها كلاس معين. بمعنى إن أنا مثلا شايفين دول مثلا حطيت لها صور كتيرة جدا، وقلت لها إن الصور دي كلها تحت كلاس كاد، وحطيت صور كتيرة تانية وهقول إن الصور دي تحت كلاس دوج، وحطيت صور كتيرة تالتة وحطيت إن الصور دي تبع كلاس مج، وهكذا. ببدأ أحط له شوية صور، وكل صور أديها إيه، أديها كاتيجوري معينة. بعد كده إيه، بعد كده أولا الصور اللي أنا بدخلها دي تعتبر اسمها تريننج سيت، تريننج داتا سيت، وهي دي الداتا سيت اللي انا هبتدي اعلم بيها الكمبيوتر هو هيعمل ايه، او هو لما يجي يشوف مثلا لما اديله شويه صور كتيره عن الكات، وصور كتيره على الدوج، وصور كتيره على المج، فببدا اعلمه بالتريننج سيت، الداتا سيت دي، علشان لما يقدر يشوف صوره جديده يعرف هي الصوره دي تبع اني ليبل. فالداتا درايفنج ابروتش ماشي على 3 حاجات. اول حاجه بتكولكت داتا سيت اوف ايمج ليبلد، لازم تكون بتكولكت داتا سيت ليبلد، لازم التريننج داتا سيت تكون معمول لها ليبلد، ما ينفعش اجيب له داتا سيت مش معمول لها ليبلد، عشان احنا اصلا شغالين في السوبرفايزد. فتاني حاجه بستخدم الماشين ليرنينج عشان اعمل كلاسفاير، يعني اكني بعمل ليرنينج، بتعلم من التريننج داتا سيت اللي جايه لي. تالت حاجه بقى ببدا ايفالويشن، اعمل ايفالويت للكلاسفاير بتاعي بنيو ايمجز، كمان مش ايمج واحده، لا بعمل نيو ايمج، يعني ببدا اقدم له شويه صور جديده، وابدا اختبره هو لما يشوف الصور دي طب هيطلع ايه. يعني هما بالظبط ايه 3 خطوات. طب تعال نشوفهم بالتفصيل. ماشي، اول خطوه ان هو ايه، ان هو بيجي له ايه ان ايمج، كل واحده ليبلد بكي ديفرنت كلاسز، ودي تعتبر التريننج سيت. طب ازاي؟ يعني انا مثلا جالي 100 صوره، 100 صورة وعندي 3 كلاسز، مثلا عندي كات ودوج مثلا وبيرد، عندي 100 صورة وعندي 3 كلاسز، يبقى كده ال n ب 100 وال k ب 3. كل بقى كل ايمج من ال n معمول لها ليبلد معين من ال k، دي اول حاجة، ودي تعتبر ايه التريننج سيت. وبعد كده ببدأ ادخل بقى التريننج سيت دي على يعني ايه، ببدأ اعمل موديل كده معين عشان اتعلم، او اعمل كلاسفاير عشان يعمل ايه، عشان يتعلم ما بين من التريننج سيت دي، علشان لما اجي له ادخل له حاجه جديده يعرف هي الصوره اللي جايه له دي تبع اني ايه، تبع اني كاتيجوري. طيب يعني احنا عملنا انبوت، دخلنا الانبوت اللي هو تريننج سيت، وعملنا ليرنينج من التريننج سيت دي، وطلعنا موديل. الموديل بقى ده لازم اعمل له ايفالويت. طيب بعمل له ايفالويت ازاي؟ ببدا ادخل له شوية صور جداد خالص، وهو تعتبر دي اسمها التستنج سيت. طيب او التست سيت دي بتشوفها، دي بتعمل ايه؟ دي لما اجي ادخله الصور فببدا اختبره،
بس صور اول مره يشوفها، ما ينفعش صور تكون موجوده من التريننج سيت، ما فيش صوره ينفع تكون هو شافها قبل كده، لا صور تانية خالص. ببدا اعمل له ايفالويت، ببدا اشوف هل هيعرف يبريدكت الليبل ولا لا. لما ادخل له مثلا صوره جديده يجي يقول لي مثلا هي دي كات ولا لا. فهو دي الثلاث خطوات اللي ببدا اعملهم عشان اعمل ايمج كلاسيفيكيشن. اول حاجه الانبوت وببدا ادخله التريننج سيت، تاني حاجه اللي انا ببدا اعلمه، تالت حاجه اني بعمل له ايه ايفالويشن.